بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين متابعينا الكرام، التحية تتجدد بحضراتكم، فأهلا بالجميع. أشواطنا مستمرة وتحدياتنا لا زالت خايمة من هنا من أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحالية لسباقات الهجن مع انطلاقات سن الحقائق في صباح هذا اليوم. كما نتابع مع حضراتكم هذه الأعداد الكبيرة المشاركة في هذه المسارات الصباحية التي نتابعها من أرضية ميدان التحدي في سباقنا المحلي الخامس. نتابع الشوط 23 الذي انطلق بحفظ من الله سبحانه وتعالى ورعاية لخط النهاية. التوفيق نتمنى لكل الأخوة المشاركين. نتابع بداية الشوط، أول الأسماء المنطلقة هناك شجرة على خط البداية تعلن وجودها في هذا الشوط وفي انطلاقة هذا المسار. عبد العزيز بن صالح بن حمد القمر النابت يقدم شجرة على البداية وعلى صدارة هذا الشوط، بينما ثاني المراكز تابع التقدم في هذه اللحظة من اللي وصلت مشاهدين الكرام. عالية خذت المركز الثاني، عبد الله بن سالمين بن طالب بن شيبان الشهواني يقدم عالية على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث تحمل الرقم 50 ونتعرف عليها في أي حين تصل معلوماتها، بينما المركز الرابع مشاهدين الكرام نتابع التقدم من معزة حمد بن علي بن حمد الجرب ربوع المري. المركز الخامس وصلت في هذه اللحظة، أتابع أيضا الوصول المميز والتقدم هناك من عشيرة تقدمت لتأخذ المركز الخامس، بينما يقدمها محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله بن محمد الزعبي يقدم لنا عشيرة على مستوى المركز الخامس، ولكن ينخطف من الغالية عبد العزيز بن محمد بن سعيد الحسن الفهيدة. هذه النتيجة مشاهدين الكرام للخمس المراكز المنطلقة في هذا الشوط التي تحمل لنا أول ندى في هذا المسار، بينما أتابع الأسماء بدأت في التقدم نحو دائرة الندى والمنافسة هناك. نعود إلى بداية الشوط، إلى المقدمة، إلى الصدارة مع هذا الشعار الجميل والمميز الذي يقدم لنا هذا الانطلاق الجميل وهذا التحدي الرائع مع مقدمة هذا الشوط ومع تحديات البداية، لكن معلوماتها لم تصل حتى هذه اللحظة، بينما نتابعها بهذا الشعار وبهذا الإبداع الجميل. شعار بعينين على مقدمة هذا الشوط وعلى هذا التحدي الجميل، لكن نتابع المركز الثاني. المركز الثاني وصلت في هذه اللحظة مشاهدين الكرام الجساسية، سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت بدأ يقدم الجساسية لتغير على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني شلفة تحمل شعار بعينين على مستوى المركز الثاني، وشلفة خطيرة انطلقتها انطلاقة مميزة على مقدمة هذا الشوط. المركز الثالث وتابع هناك مزون مع المركز الثالث، يا سلام يا مزون، صالح بن طالب بن علي الجربوع المري. المركز الرابع، الله يا سلام، اشوف اللي وصلت في هذه اللحظة، انطلقت انقرة، عامر بن محمد بن زيد بن انديلة المري. والمركز الخامس، الله 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 الله، وصلت في هذه اللحظة، أتابع أبها سالم بن صالح بن سالم بن بريكان المري يقدم أبها على مستوى المركز الثاني في هذه اللحظة. الله يا سلام، شوف المنافسة الجميلة في هذا الشوط، لكن المقدمة هناك البداية الجساسية حتى اللحظة تأتي بهذه النجومية الجميلة، تأتي بهذا الإبداع في هذا الشوط. إذن الجساسية الأقرب إلى فوز هذا الشوط، إلى ناموس هذا الشوط. يا سلام، سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت، الجساسية تحسم النزاع والصراع وتكسب الرهان في هذا الشوط، تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني وصلت أبها مشاهدين الكرام، سالم بن صالح بن سالم بريكان المري الذي قدم أبها على مستوى المركز الثاني، بينما ثالث المراكز مشاهدين الكرام من وصلت على ثالث المراكز أنقر العامر بن محمد بن زيد انديله المري. المركز الرابع وصلت في شلفة تحمل شعار أبو عينين، بينما المركز الخامس
من وصلت الشحانية ملك حمد بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري. هذه النتيجة مشاهدين الكرام، وتابعنا هذا الشوط حيث أن الإثارة والتحديات حاضرة في هذا المسار مع انطلاقة هذه الأعداد الجميلة، ولكن الجساسية من حسمت ناموس هذا الشوط وتقدمت على كل الأخوة المشاركين لتهدي هذا الانتصار وهذا الحضور. سالم بن عبد الله بن سعيد محمد البخيت محقق أيضا 3 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 4 دقائق و26 ثانية، 4 أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس مشاهدي الكرام سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت على فوز الجساسية في هذا الشوط. بينما المركز الثاني مشاهدي الأعزاء من وصلت على مستوى المركز الثاني وكان الحضور أيضا والانطلاق الجميل والتحدي من أبها محقق 3 كيلومترات في 4 دقائق 27 ثانية، 3 أجزاء من الثواني. تهانينا سالم بن صالح بن سالم بن بريكان المري على تقديم أبها بالمركز الثاني. المركز الثالث مشاهدين الكرام من وصلت هناك أنقرة قاطعة 3 كيلومترات في 4 دقائق 28 ثانية، 9 أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس العامر بن محمد بن زيد نديله المري على